يقول آمين، وكل واحد يبايع وهو واثق في اختياري. طيب يا عمي، ليه ما تبقاش حضرتك الكبير؟ عمي سليم طول عمره ما بيحبش يكون في أول الطابور، ما بيحبش الأضواء يعني. جري يا علي، أنا إليه بهزار ولا إيه؟ وجودك في وسطنا يا عم هو الأمان الحقيقي، سواء حضرتك الكبير أو لا. ربنا يديك الصحة ويعينك يا رب وينصرك على مين يعاديك. ابسط يا عم، أديك خدت دعوتين من أهلي، وإحنا تحت أمرك كلنا يا عمي، وكلامك سيف على رقابينا كلنا. كده يبقى توكلنا على الله. اللي هيقعد على كرسي الكبير لازم يبقى عارف ان الكرسي ده مش منصب يؤمر ينهي ويتحكم في الفلوس اللي داخله واللي طالعه، لا دي مسؤولية كبيرة. اللي هيقعد على كرسي الكبير ده هتجيله أوقات يقول لنفسه أنا إيه اللي عملته في نفسي ده، هتجيله ساعات وأيام يبقى نفسه ينام لكن مش قادر ينام من كتر التفكير، وهتجيله لحظات يتمنى فيها إنه يرجع شخص عادي بس مش هيعرف. أنا كده قلت كل الكلام اللي كلكم عارفينه، باقي بقى إن أقول لكم على اللي انتوا مش عارفينه. مين هيكون كبير العطارين؟ كبير العطارين حسن. مبروك يا حسن. مبروك يا شئ. مبروك يا حسن. مبروك يا واد عمي. مبروك يا ابو علي. مبروك يا حسن. ايوه بس انا مش عايز ابقى كبير يا عم. ومن امتى يا حسن كل اللي بنعوزه بيحصل؟ المسألة دي ما فيهاش اختيار، ده تكليف. لا يا عم، لا اسمعني حضرتك واسمعوني كلكم، انتوا ممكن تكونوا شايفين ان انا ينفع ابقى كبير العيله، بس للاسف انا دلوقتي صعب ابقى في المكان دوت. اداه قدود يا حسن، وصدقني مفيش حد من الموجودين معترض على كلام عم سليم. لو كنت فاكر ان انا مثلا مش من غير ما تقول يا يحيى، من غير ما تقول، أنا عارف اللي جواك كويس، بس أنا كمان من حق أرفض أو أقبل. وليه ترفض يا حسن؟ يا ابني ده أنت كنت ماسك دار فيها أكتر من 500 راجل، ده غير المخازن والطريق الشرقي. إيه؟ مش هتقدر على مسؤولية عيلة؟ أجيب العيلة دي حقها إزاي يا عمي؟ وأنا ليه حق بره لسه ما خدتوش؟ ولازم أجيبه قريب. أنا كده هبقى بضحك على نفسي وعليكم. أنا عندي دار ولازم أجيبه، وأنا مش عايز أي حد منكم يتأذي بسببي. خد وقت وادي نفسك فرصة تفكر يا حسن. أيوة مظبوط يا حسن، أنا مع كلام باري. خد وقت. مش هقدر، متأسف ليكم وأسف لو كلامي يعني عكس ثقتكم فيا، سامحني يا عمي. مسامحك يا حسن، بس المهم انت تكون مسامح نفسك، وحقك اللي انت بتتكلم عليه ده يا حسن هيرجع، هيرجع سواء كنت الكبير او لا. شوف يا ابني، من دلوقتي انت كبير العطارين وليك الحق في اي قرار تقرره.
النهارده يحيى هو كبير العطارين. مبروك يحيى. أنا أخدمك برقابتي يا موسى، بس أهم حاجة العطارين ما يشموش خبر إنك عندي. ليه؟ لأن أنا قاعد هنا كافي خيري شري. صح؟ صح. كلامك صح يا سميع، بس يعني إيه؟ إيه اللي غير الأحوال؟ مش سحنتك زي اللي جات لي في يوم من الايام وتحايلت عليا عشان اسيبك تشتغل عندي خدام، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، بس انت قتلت رحمه يا موسى، وزمان العطارين طالقين كلابهم في كل حته يشمشموا عليك. طب ما انت قتلت منيهم ايه؟ نسيت المره بتاعت سليم اللي قتلتها عشان سيف، ولا فاكرني مش دريان؟ يعني انا ربنا يسترني تيجي انت وتفضحني. اعلى يا موسى، وبعدين انا ما قلتلكش اني مش هساعدك، انا يعني بس مش عايز حد يشوفك، لان لو عرفوك هتطبل على دماغي ودماغك. تقلقش يا سميع، انا محدش في النجع كله يعرف لي وش غير بس العطارين، وانا مش هاجي على سكتهم. ماشي يا موسى، اذا كان كده انا افديك برقبتي. لا خليها لك. أول مرة جيت فيها هنا كنت جاي أشتغل صبي، كان بيني وبينك مسافات كبيرة وناس كتيرة، ما كنتش عارف وقتها إنك جايبني عشان تشوفني، ولا كنت عارف إن ممكن أبقى في يوم من الأيام مكانك. حضرتك اتفضل في المكتب، وزين بيجي حالا. ازيك يا يحيى؟ الحمد لله تمام. اقعد. لا ملوش لزوم، انا بس جاي اشوف حضرتك عايز مني ايه وماشي على طول. عاوز اشوفك. انا عارف ان انت زعلان مني، ده حقك، لكن لو انكتب عليك في يوم من الايام تكون مكاني هتعرف ده حصل ليه. مفيش اي حاجه في الدنيا تجبر واحد يسيب ابنه في بطن امه ويهرب. كل اللي حصل واللي هيحصل مكتوب ومقدر، ربك ليه حكمه في كده. مصيرك في يوم من الايام هتعرف. ده الكلام اللي بيريحك كل ليلة قبل ما تنام؟ لا مؤاخذة، حضرتك عارف ان انا ما اتربيتش في قصر زي ده، في الوقت برضو اللي انا عارف فيه ان انا ليا اخوات كبروا وتربوا هنا،
وانت ما فكرتش تسال عليا من ساعه ما رميتني وانا حته لحمه حمرا في بطن امي. لو فاكر ان انت هتاخدني في حضنك النهارده وتخليني اقول لك يابا زي بقيت عيالك فهنسى، مش هيحصل. انا عارف يا زينب ان انت شفت وعرفت كتير، وعارف برضو كويس ان امي مربانه على عداوتك. عايزين بيه من الاخر كده. انا النهارده جاي اشتغل معاكوا بس. الكلام سيف يا يحيى، وانت عرفت تختار السيف. انا عرفت تربي. زكريا هيقعد معاك الاسبوع اللي جاي عشان يقول لك على الشغل كله. اتفضل. انا النهارده دخلت المكتب وانا كبير. أنا مش قادر أشوف نفسي مكانك. كل ما أشوف صورتك أشوف نفسي صغير. بس أوعدك إني أكبر وأبقى قد الكرسي اللي أنت حرمتني منه وأنت عايش. جايز ده يخليني أسامحك على اللي أنت عملته فيا، أو حتى يخليك أنت تسامح نفسك. انت عارف ان مفيش كبير زيك يا زين عطار، بس اللي اقدر اقوله لك ان من اللحظه دي هعتبر نفسي ابنك بجد، وان هبقى كبير بناسي احافظ عليهم وعلى بيتك اللي انا عارف كويس قوي انت تعبت قد ايه عشان تبنيه. الله يرحمك يا كبيرنا حتى وانت مش موجود. الله يرحمك يا ابوي. مروان، ندى، مروان انا ما حسيتش بالامان غير وانا معاك. لو كنت سبتني عشان خاطر احس بقيمتك واندم فانا حسيت بقيمتك خلاص. انا ماليش غيرك. ما بقتش فاهم حاجه ولا فاهم نفسي. ما بقتش عارف هو انا بقى يعني انا سبتك عشان بعاند نفسي ولا انا بعاند معاكي. هو احنا ممكن نرجع لبعض؟ بحب. انا بحب. أنا عارف إنك حاسس بقلق، بس عايز أقولك إنه عادي طبيعي. يعني أصل المسؤولية ليها رهبة مهما كنت مين. خايف يا عمي، خايف ما كنتش قدها. انت قدها يا يحيى، وانا شخصيا عارف من زمان انك يوم ما هتقعد على الكرسي هتكون مالي مركزك. امال ما كلفتنيش ليه من الاول؟ ساعات بنبقى عارفين ايه الصح
بس الظروف بتجبرنا نعمل غيره علشان نتفادى مشاكل أكبر، بس بنبقى متأكدين إن الصح هيفرض نفسه في الآخر. ترتيب خطوات مش أكتر، وهو أديك شفت بنفسك الصح فرض نفسه. طب ما تأخذنيش بقى عمي، أنا عندي سؤال كده. تعمل تقولي الكبير والكرسي ورهبة الكرسي، مع ان عمرك ما فكرت تقعد على كرسي الكبير. ما انت جاوبت على نفسك اهو يا بقف، عشان عمري ما فكرت اقعد على كرسي الكبير. انا مكاني هنا يا يحيى على الكرسي ده، ومن مكاني ده شفت كل اللي قاعد في مكانك ده، وهو جاي وهو رايح. أبوك زكريا، صالح، وحتى عبد الله. ومن اللي أنا شفته عرفت إن مسؤولية عيلة زي عيلة العطارين مسؤولية كبيرة مش سهلة. ربنا يطمنك عمي. ما تقلقش، بس لازم تبقى عارف حاجة واحدة بس، إن يوم ما تفكر تكون الكبير لازم تبقى عارف إنك بايع نفسك للمسؤولية وللواجب. وقتك مش ملكك، فلوسك مش بتاعتك، أي حاجة تقولها أو تعملها محسوبة عليك، رغباتك الشخصية ملهاش وجود، ملهاش مكان. واللي مستني منك الغلط أكتر من اللي بيساعدك عشان تعمل الصح. شفت المسؤولية قد إيه؟ شفتها، عشان كده عمرك ما فكرت تشيلها. طول عمرك ضهر للكبير. صح، عشان الكبير محتاج ضهر كبير يعني. يلا بقى بلاش غلبة، خلينا أسلمك العهدة. اقعد أنت. طب بذمتك عمي، كبير العطارين برضه يطلع ياض انت. ياض انت بقى، انت فوتت بقى ومسكت في ياض انت. الأوضة دي فيها التاريخ كله، كل الورق المهم والحاجات اللي ليها قيمة، ملفات كل العمليات وحسابات الأصول والأملاك وكل الصور كمان. بكرة هيبقى عندك صور زيها. بس المهم يا يحيى تختار كويس مين اللي معاك في الصورة. حنة صحيح؟ خضتني يا سعيد. ما تخافيش، أنا جايب لك أكل. زمانك جعان. هو اللي قالك تجيب لي الأكل ده؟ لا، أنا حتى جايبهولك من الأكل بتاعي. شوفي. أنا خايفة من نوح أوي يا سعيد، أوي. ما تخافيش، انت صاحبتي وانا مش هسيب. طب وانت ناوي على ايه؟ هتضحي بمراتك عشان ترضي اخواتك، ولا هتضحي باخواتك عشان ترضي مراتك، ولا هتضحي بكرسي الكبير عشان ترضي الكل؟ هو انا ليه لازم اضحي؟
ليه لازم عشان اخد حاجه اسيب قصادها حاجه؟ ما اخدش حقي من الدنيا كله على بعضه ليه؟ عشان هي الدنيا كده يا ابن عمي، خد وهات. ده اسمه لو دراع، وانا لو دراع ما تعودتش عليه ولا تربيت عليه. بقول لك ايه، قفل على السيره دي خالص، شنو زمان على وصول. كنت مستنيه اليوم ده يا يحيى، اليوم اللي ربنا يعوضك فيه ويديك حقك، حقك اللي اتحرمت منه طول عمرك. نورت يا ام يحيى. فاكره اخر مره جيت لك فيها هنا مشيت انا وانت ساعتها مكسورين الخاطر؟ قلت لك اجيب لك حقك يا امه. اه مفيش احسن من كده حق. كفايه عليا اشوفك متهني ومبسوط. يا جا اليوم اللي عشت وشفتك قاعد مكان ابوك، كانوا بيعايروني في الحاره بيك ويقولوا لي انك تربيت شوارع، واخواتك عايشين متنعمين في القصر. تربيت الشوارع نفعت يا امه. ما يعرفوش يا حبيبي، ما يعرفوش ان ربنا هيخليني اعيش لحد ما اشوفك كبير كبير على اولاد الزواج. نفسي زغرت لك يا حبيبي بس ما ينفعش، عشان أم الكبير، أنا أم الكبير. ما ينفعش ما ينفعش يا دنايا. هو مشي ليه؟ معلش يا أمه، محدش مرتاح. أنا اتحرمت من حضن أبويا، عمر اتحرم من حضن أبوه. حبيب بابا. ايه ده بس اهدى، انا ما صدقت ينام. في ايه؟ الواد وحشني شويه وعايز العب معاه. يا سلام، وهو لو صحى هتقعد بيه؟ لا طبعا، اقعد اهزر معاه شويه وبعد كده اسيبه. والله ده بدل ما تفرح ان نام عشان نقعد لوحدنا شويه. على فكره بقى، انت من ساعه ما الواد ده جالك كنت ناسينه خالص. ما اقدرش يا حبيبتي طبعا، ده انت الاساس برضو. هكتب كده اهو صحي. خير يا عم؟ فيه انت كويس؟ ومش هبقى كويس ليه؟ هو في احلى من شويه الهوا الحلوين دول وسط الناس الطيبه دي؟ امال جايبني هنا ليه؟ عشان عارف ان انت هتروح البيت مش هتعرف تنام من كتر التفكير والاسئله، فقلت اريحك واجيبك هنا عشان اجاوبك. جاوبني عليه. عن كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك، من أول ليه أنت بالذات، وهل القرار بإنك تبقى الكبير صح، لغاية هل أنت قد المسؤولية وهتقدر تحمي إخواتك ولا لا. هو ده وقتك يا روح، والتانيين كلهم مقدور عليهم. ده حقيقي، بس انت كنت متخيلة ان اللي كان مانعني ادخل التجارة اني مش قادر على سيف وسليم؟ ما تحاولش تفهمني انك بالمثالية دي مش عايز تشاركهم رزقهم مثلا؟ ولا دي كمان. الموضوع بمنتهى البساطة ان صاحب بالين كذاب، مفيش اي حد بيقدر يعمل كل حاجة ايا كان هو مين.
مين اللي بيقول الكلام ده؟ انت؟ روح. هسألك سؤال، ليه تاجر القطاعي ما بيقررش انه يكون تاجر جملة عشان يكسب اكتر؟ وليه تاجر الجملة ما بيقررش انه يكون هو المستورد عشان يكسب اكتر واكتر؟ وليه المستورد ما بيقررش انه هو نفسه يكون صاحب المصنع عشان يكسب اكتر واكتر واكتر؟ الموضوع باختصار ان انا عملت مكان، وزين عمل مكان، وسيف كمان عمل مكان، وكل واحد فينا عارف يمشي مكانه كويس اوي. وانت ناوي تعمل ايه؟ ههد كل الاماكن دي، مش هيبقى فيه غير مكان واحد بس، والباقيين بقى يا معايا يا علي. السفينه